المشاركة ليس مجرد المشاركة الإيجابية فقط، بل الحرص على المشاركة الإيجابية ومبكرا، وفي اليوم الأول، وفي أول اليوم إن استطعت، لأن كل ما بتنزل مبكرا معناه إن القضية أولوية بالنسبة لك. وأنا بأكد لو أي إنسان له مصلحة خاصة أو شخصية لن يتركها لآخر الوقت، ولن ينتظر لآخر الوقت، بل سيذهب لقضائها لأول الوقت خشية أن تفوته. فإحنا بنأكد إن الحس الوطني يجعلك دائما في المقدمة سواء في المشاركة. القضية الانتخابية ليست عملية شكلية أبدا على الإطلاق، هي عملية ديمقراطية حقيقية. وبنأكد إن من أعمدة بناء أي دولة بناء مؤسساتها، سواء بداية بمؤسسة مؤسسة وطنية قوية وهي جيش يحمي البلاد، شرطة وطنية تؤمن الداخل وتقف إلى جانب الجيش الوطني، قضاء عادل كما يتم الإشراف على هذه الانتخابات بنزاهة وشفافية، مؤسسات دينية تواجه الانحراف الفكري، مؤسسات دينية وثقافية وتعليمية تواجه الانحراف الفكري، إعلام وطني أيضا يوعي ويثقف، بناء المؤسسات الدستورية والنيابية سواء في مجلس النواب أو في مجلس الشيوخ أو في انتخاب المحليات أو في أي استحقاقات وطنية، ده جزء من أدوات بناء الدولة وجزء من ترسيخ كيان الدولة. ودايما يعني بندي رسالة إن إحنا أهل لأن نمارس ديمقراطية حقيقية صحيحة. وإحنا بنأكد أهو، الجميع بيؤكد ولم يحدث في أي مؤسسة، إن الدولة بكل مؤسساتها، وطبعا إحنا في الأوقاف لا هناك لا انحياز لأي حزب أو شخص على الإطلاق. الناخب ليس عليه أي ضغوط في أن يدلي بصوته، المهم إنك تشارك وتدلي لمن ترى أنه الأكفأ والأقدر. وقلنا من البداية لن نسمح ولم نسمح الحمد لله باستغلال المساجد أو دور العبادة في الدعاية. حالة واحدة تم تعليق لافتة من أحد النواب، تم على الفور رفع اللافتة وتحرير المحضر. لا يوجد توجيه لأي أحد، لا يوجد توجيه، والناس قاعدة هي، لأي أحد ينتخب من؟ انتخب من طاع أنه الأقدر والأكفأ بكل حرية وبكل اطمئنان. المهم أن نبني المؤسسات بناء قويا، بناء مؤسسات الدولة جزء من أعمدة الدولة. ولذلك حتى احنا بالتزامن خطبة الجمعة القادمة ستكون عن أعمدة بناء الدولة. كل مؤسسة هي عمود من الأعمدة. ولذلك رأينا سيادة الرئيس حافظ الله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه عندما يتحدث عن تقويه مؤسسات الدوله اللبنانيه، لان عندما تكون مؤسسات دوله قويه تكون هناك دوله قويه. المؤسسات منها المجالس النيابيه، مجلس النواب، مجلس الشيوخ، كل المجالس المشاركه دي. واحد يقول لك صوت، لا صوتك هو اللي هيعمل الخروج. والصوت حاجتين، الصوت مؤثر، صوتك قد يتسبب في نجاح قادمه او عدم نجاحها، في نجاح شخص او عدم نجاحه. أهم حاجة الرسالة التي نبعثها للداخل والخارج أن هذا الشعب شعب مثقف، شعب واعي، شعب لديه ولاء وانتماء لوطنه. ده الوطن بيناديك بيقول لك اطلع انتخب، أنت عايز تستجيب ولا مش عايز تستجيب؟ بس القصة كده، فهي القضية استجابة لنداء الوطن. إن شاء الله إن شاء الله. تحب تقول إيه للمواطنين اللي خايفين ينزلوا بخصوص تداعيات كورونا ومن ناحية التأمين؟ حضرتك شايف البلدان عامل إزاي دلوقتي؟ هو طبعا مع أي حد بيشاهد حضرتك كنت اللي ممكن تنقله يعني الصورة الحقيقية. الحمد لله مصر عبرت كل مراحل الخوف والقلق بقضائها على جماعات الإرهاب والفكر التكفيري، فلم يعد لهذه الجماعات أي أثر بفضل الله عز وجل، فأنت بتتحرك في منتهى الأمان. مسألة الإجراءات أنتم شفتم، يعني الحقيقة لا توجد أي مشكلات على الإطلاق، بالعكس لحتى الحمد لله اللي بيجي نتيجة زيادة عدد اللجان وتوزيع عدد اللجان ومرونة العاملين والسادة المستشارين، الحقيقة ده بيسهل جدا 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 هذه العملية. الناس ما تخافش، بتتم بالعكس بمنتهى السلاسة. فبقول للناس لا تخاف لا من كورونا ولا تخاف من جماعات التطرف، بالعكس خروجك خروج أي مواطن الآن الآن هو رسالة لرفض العنف والتطرف وجماعات الإرهاب ولدعم الاستقرار والأمن. شكرا عليك.